بشكر النقيب العام ومجلس النقابة العامة على القرارات اللي هي اتخذتها بشأن اللامركزية، واللي كان سبق ان احنا كنا بنطالب بيها من فترة كبيرة جدا. فالدورة دي بدأت بعض القرارات اللي هي كانت تحتاج اليها النقابات الفرعية. القرارات الصادرة من النقابة العامة بتلبي الاحتياجات النقابات الفرعية الى حد كبير، ودي من الحاجات اللي احنا كنا بنطالب بيها من فترة كبيرة. فيعني ختم البطائق في النقابة الفرعية، الكرنيهات في النقابات الفرعية، دي من القرارات اللي هي فيها لامركزية، واللامركزية دي مطلوبة في العمل في العموم. فأنا بشكر مجلس النقابة وبشكر النقيب العام. طبعا هو دي من ضمن الحاجات اللي هي احنا سعدنا بيها، ان يكون في لقاء شبه دولي بين النقباء الفرعيين والسيد النقيب العام واعضاء مجلس النقابة العامة، لان ده بيحط كل الجمعيات العمومية وكل الحاجات دي قدام مجلس النقابة العامة وقدام النقيب. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنستحسنها واستحسنناها، وبنشكر برضو عليها السيد النقيب.